خلاص بدأت الامتحانات في كتير من المراحل الدراسية، بدأت معاها حالة من حالات التوتر والقلق، وتحول الليل لنهار والنهار لليل، ومعسكرات كده داخل البيوت استعدادا لامتحانات الثانوية العامة وامتحانات السنوات الدراسية المختلفة. تأثير طبعا حالة القلق دي بيبقى على تأثير نفسي، وكمان ليه أبعاد خاصة بالتأثير على الجسم وعلى الصحة النفسية بشكل كبير، كأن في حالة قلق مستمرة جمل. طبعا يا محمد، يعني خلينا أعرف مع حضراتكم التأثير ده إيه نتائجه، هل ممكن يكون مرتبط بشكل كبير بعملية زيادة الوزن أو حتى النحافة؟ خلينا نعرف كل التفاصيل دي من دكتورة رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية اللي موجودة معنا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليكي. يعني في البداية، إيه علاقة التوتر والقلق بشكل عام بالصحة؟ هل بالفعل ممكن يسبب أعراض مرضية؟ شوفي، إحنا عندنا 85% من طلبة مصر هيزيدوا في الوزن، و15% هيقلوا في الوزن، محدش هيفضل على نفس وزنه بعد نهاية الامتحانات. دي فعلا دي حقيقة، ده اللي بشوفها دايما في عيالي، إن الولاد بتبتدي القصة من موسم الامتحانات اللي بتعدي فيه. عادة بتبقى الامتحانات دي نقطة فاصلة في حياتهم. في علاقة طبعا قوية جدا ما بين التوتر وما بين تغيير الوزن، لسبب بسيط جدا. لو اتكلمنا على هرمون التوتر اللي كلنا عارفينه، اللي هو الكورتيزول اللي بيفرز من الغدة الفوق كلوية في الجسم، هو للأسف كمان بيفرز من الدهون الحشوية. ودي كانت معلومة جديدة عننا، إن الدهون اللي في البطن دي كنا فاكرينها اللي هي خلايا غير فعالة، ما بتفرزش حاجة، هي مجرد بس بتخزن دهون. اكتشفنا إن من ضمن الحاجات اللي بتفرزها هو هرمون التوتر. وبالتالي هو هرمون التوتر ده مشكلته في إيه؟ اللي هو بيعلي سكر الدم. فلما الكورتيزول بيعلي سكر الدم، بيحصل بعد فترة مقاومة للإنسولين اللي بيحاول يحرق سكر. وبالتالي جسمنا بيزود كورتيزول، وفي نفس الوقت جسمنا بيزود الإنسولين اللي هو الهرمون اللي بيحاول يحرق إيه؟ سكر الدم. الاثنين مع بعض، الإنسولين والكورتيزول وصاحبهم الثالث اللي احنا ناكل أكل زيادة، الثلاثة دول بيزودوا منطقة البطن او اللي احنا بنقول عليه محيط الوسط. فتلاقي طلبه بعد موسم الامتحانات او مع المذاكره كثيره تكون لهم ايه؟ تكون لهم كرش او بطن. هي طبعا مرتبطه جدا زي ما قلت لك بالكورتيزول والانسولين وزياده. طب دكتور رضوى، يعني زي ما حضرتك بتقولي في عيادتك مثلا او حوالي 85، طبعا دي نسبه تقريبيه كده، 85% من الطلبه هيتخنوا. طب في راي تاني مثلا عايز برضو اعرف تقدير حضرتك ليه، انه مع التوتر في بعض الاحيان ما بحبش اكل، يعني مش لازم اتغلب على التوتر ده بالاكل الزياده، لا، في ناس لما بيتوتروا او بيحسوا بالقلق بيجي لهم كده حاله عزوف عن الاكل، ما بياكلش، هل الكلام ده علميا صح؟ علميا صح. ال 15% اللي فاضلين فعلا بيجي لهم نحافه او نزول في الوزن. ولازم نخلي بالنا كويس جدا من ولادنا، لو حصل نقص الوزن اكثر من 5-10% في خلال 6 شهور، ده نقص وزن حاد. فلازم نبقى واخدين بالنا من ولادنا هم وزنهم برضو بيحصلوا ايه. طيب ليه في ناس يعني بيفقدوا الشهية للأكل؟ أيوة. لأن التوتر بيزود معاملات الالتهاب، ومعاملات الالتهاب دي بتقلل جدا إحساسنا بالشبع، وإحساسنا بالشبع ده موجود في منطقة اسمها هايبوثالاموس أو تحت النهاد، منطقة في المخ. فالمستقبلات للهرمونات اللي في المنطقة دي بتلتهب بتتهيب، وبالتالي استقبالنا لهرمونات الشبع وهرمونات الجوع بتبقى مش مظبوطه. وبالتالي في طلبه بيفقدوا الشهيه، وبالتالي بيقللوا عندهم فيتامينات مهمه جدا لزياده الوزن. انت عند حضرتك فيتامين ب، فيتامين د، الحديد والزنك والاوميجا 3، الخمسه دول لو حصل فيهم اي نقص، لان هو طبعا او هي بيقل عندهم الشهيه، ممكن جدا الشهيه دي
وعدم الشهية بتستمر معهم فترة طويلة. وبالتالي لازم نحلل ولازم نقعد مع طبيب نديله التاريخ المرضي بالأعراض اللي عندنا عشان الدكتور يقدر يعرف إذا كان عندنا نقص في معدن أو فيتامين من المعادن اللي احنا ذكرناها. طيب دكتور خلينا نعرف طيب من حضرتك الحل، يعني هل في أكلات أو مشروبات ممكن أولا تعالج التوتر أو تخفف من حدة التوتر؟ والحالة الثانية لو شخص متوتر وبالفعل حس بنهم للأكل أو ابتدى يحس إن هو يجوع بسبب التوتر، هل في أكلات ممكن يتعامل معها بدل ما يبقى ماشي طول الوقت عمال بياكل في حاجات تأذيه أكتر؟ الشوكولاتة الداكنة الدارك شوكليت، يعني لو إحنا دايما كلنا بنبقى عندنا نهم للسكر مع التوتر ده شيء طبيعي، لأن السكر بيزود إفراز الدوبامين وهرمون الرضا. فالأحسن من اللي احنا ناكل سكر أحسن اللي احنا ناخد دارك شوكليت أو الشوكولاتة الغامقة الساكنة، لأن فيها مركب اسمه L-ثيانين بيزود جدا قلة التوتر. واللي بيقل التوتر ده L-ثيانين بيقلل الكورتيزول. معنا برضو الحاجات اللي فيها الفلافينويد اللي بتبقى موجوده في الاوراق الخضراء، فلو عملنا مثلا سلطه جرجير بالبنجر بالجبنه البيضه سواء قريش او جبنه ملح خفيف حطينا عليها فيتامين سي، كده احنا ضمننا مركبات في الاربع حاجات دول يزودوا التريبتوفان او يزودوا هرمون السعاده اللي اسمه سيروتونين. احنا عايزين هرمون السعاده وعايزين هرمون النجاح كده ان شاء الله. عايز اسال حضرتك سؤال سريع، من الاضطرابات في الاكل الى اضطرابات النوم، يعني القلق والتوتر بيؤدي الى اضطرابات نوم، ازاي اساعد الطالب دلوقتي انه نومه ينتظم وازاي ده بينعكس على انتظام الوزن كمان؟ مهم جدا ان الطلبه تعرف ان ساعه اضافيه في النوم هو ده هيبقى سبب النجاح. يعني معدل النوم للطلبة مفروض من 9 ساعات لعشر ساعات ونص، فأنا محتاجة إن الطلبة دول يغيروا مفهوم النوم ل6 ساعات، لا أنا عايزة أكتر من 7 ساعات ونص للطلبة المصرية، أنا عايزة ساعة إضافية نوم هيقلل لي جدا التوتر، هيزود جدا مفصلتك من المذاكرة، هيزود جدا استيعابك والإدراك والذاكرة، هتتحسن جدا. دكتور رضوى نبيل استشاري التغذية العلاجية، شكرا جزيلا لحضرتك كنت معانا عبر تطبيق زوم.